ممتع مسلي، بس هراي المصريين ما بياكلش عيش. خلينا بعلاقتك انت وحمزة. عارف ساعات ما بتحسش بالفراق الا لما تلاقي ان اللي انت بعدت عنه فعلا ما بقاش موجود، سابك بعد قرفان منك، او لما تحس انك صغرت قوي في عينه او ما طلعتش زي ما هو فاكرك. حمزه كان طيب ولا شرير؟ ايه رايك انت؟ ايه رايك؟ معقد. انا برايي كان معقد. حمزه كان انسان طبيعي، يمكن دي كانت الحاجه الغريبه اللي فيه.